قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعينا، معكم خوكم شرف الدين كالعادة يا خاوتي. قبل كل شيء تغوح الفيديو هذا باللايكات، على بالي راح يعجبكم الخبر كيفاش لا، وهذا الخبر تعلق بشركة فيات اللي راح تدخل للجزائر بقوة. السمسار راهو يعاني، راهو حاكم كوانا يا خاوتي ويبكي مسكين. المهم تغاوع الفيديو باللايكات، كل واحد فيكم يخلي لايك ما راهو خاسر والو، وايضا التعليقات تاعكم ضد السماسرة يا خاوتي. وصلونا اخبار مفرحة جدا، وكما كنا نتوقع وكما قلنا لكم ايضا في فيديوهات سابقة بان سيارات فيات ستبدأ بالدخول الى الجزائر عن طريق الاستيراد، يعني السماح لوكلاء السيارات بإدخال هذه السيارة إلى الجزائر حتى يتم تهيئة المصنع تاعها وبداية الإنتاج تاعها وتصنيعها في الجزائر، المصنع اللي راح يكون في وهران يا خاوتي. اليوم وصلتنا صور ووصلتنا أخبار عن شحنة هي تعتبر الأولى يا خاوتي من نوع سيارات فيات 500 الإيطالية من ميناء عنابة، حيث أعلن وكيل سيارات متعدد العلامات بولاية عنابة يدعى سيني أوتو عنابة وصول شحنة جديدة من سيارات فيات 500 الصغيرة التي تعتبر من أنجح سيارات المدينة في العالم بمواصفاتها وشكلها الجذاب. وزودت هذه السيارة بمحرك بنزين بسعة 1.4 لتر بقوة 100 حصان مع علبة سرعات يدوية من 5 نسب. كما تشاهدون هنا يا خاوتي في الصور، هذه أولى الصور لوصول أي يعني شحنة من هذه السيارات تاع فيات يا خاوتي. نعم بربي إن شاء الله مازال الخير يا سماسرة، هذه البداية ومازال وكلاء السيارات راح يدخلوا بزاف من هذه السيارة وبأسعار راح تكون في متناول الجميع، يعني ما هيش كيما كيوكيو اللي وصلت 100 مليون ولا ماروتي اللي ولات تعتبر كالحلم بالنسبة للجزائري. شوف مليح الفخامة، سيارة صغيرة يعني تساعد كل الجزائريين يا خوتي اللي حابين يشريوا سيارات. اي والله سبحان الله، خليوا الجزائري يعيش 10 سنين انتم حاكمين جد السوق. شوفوا خوتي شوفوا، على بالي الصور هذه توجعهم بزاف، توجع السماسرة بالبزاف يا خوتي. والحاجة اللي عجبتني هو تعليقات الجزائريين المستفزة لكل سمسور صغير يا غاوتي مازال في السوق، يقول والله ما يطيح السوق، والله ما يطيح السوق، وروحوا جيبوا تبون يجيب لكم سيارات كما هذاك حبيبنا يا غاوتي الذي تمت منجلته كما يجب يا غاوتي. ايضا بالطبع زدنا جبنا لكم فيديو، اسمعوا مليح وش يقول هذا السيد في الفيديو يا غاوتي. Voilà, nouvelle vague, c'est Nioto, Anneba. كما شفتوا يا خاوتي بداية دخول سيارات فيات من نوع 500 الإيطالية، صدمة كبيرة لكل سمسار. أيضا تتوفر السيارة هذه على جميع مواصفات الراحة والأمان على غرار شاشة لمسية بمقاس 7 بوصات تتيح التحكم السهل بمختلف أجزاء السيارة، أيضا فيها مكيف هواء ونظام الفرامل المانع للإنغلاق يعني الأبياس يا خاوتي، ونظام الثبات الإلكتروني في المنعرجات USB ومرايا جانبية إلكترونية والتحكم الآلي بالنوافذ الأربعة وعجلات معدنية ومصابيح مضادة للضباب ونظام الإنذار من السرقات ومستشعر ركن خلفي. كل هذه المميزات في هذه السيارة يا خاوتي، صدقوني راهي بسعره ما على باليش سعره سامبول ولا سعره 301 اللي راهم طالعين يعني شعلوا في السوق. ويقول لك كيفاش ما تفرحش الجزائري، ايه نفرحوا احنا الجزائريين بهذا القرار وهذا الخبر، يعني البداية ومازال خير للقدام، صدقوني مازال خير، والاسعار ما راحش تكون كيما اللي راهي تدور في الجزائر، وانما يا خاوتي راح تكون اسعار طايحة بزاف في السعر على السوق الحالية. والله كارثة الوقت اللي عشناه، عشنا سنوات
نعم سنوات احنا نعاني من هذا المشكل، ارتفاع اسعار السيارات حتى خلق يعني مشاكل اجتماعية، مشاكل خارجة عن سوق السيارات. يعني سبحان الله، ولا الانسان ما يقدرش يحوز، ما يقدرش يدور، ما يقدرش يشري سيارة. الانسان البسيط ما يحلمش ما بقى انه يشري سيارة. لكن الان ماذا بينا احنا يا الجزائريين نشوفوا السيارات طاحوا، نشوفوا ماروتي رجعت للسعر تاعها الحقيقي اللي هو 25 مليون، نشوفوا كيوكيو ايضا للسعر تاعها الحقيقي. علاش لازم علينا نشريو كيوكيو ب 100 مليون باش نكونوا بيان يا سماسرة؟ قولوا يا اخي خانزين يا اخي. ونزيدكم معلومه يعني قبل ما ننساها، واللي هو انه تسليم هذه السيارات سيكون فوري عن طريق فقط البطاقه الرماديه يا خاوتي. يعني وش حنقول لكم، بدايه انفراج سوق السيارات في الجزائر، بداية دخول يعني السيارات من هذا النوع اللي راح تكون في متناول الجميع. يعني ما راحش تكون كيما الأسعار المنفوخة في الوقت الحالي، راح تكون أسعار كيما الأسعار اللي كاينة في كيما نقولوا لا ميزون يا غاوتي في الشركة تاع فيات. ما تكونش بعيدة عليها بزاف، إذا كانت بعيدة تكون بعيدة ب 20 مليون 10 ملايين نورمال. صاحي باش انت تجيب لي سيارة تسوى عند سبحان الله عند فيات مثلا 100 مليون وتبيعها لي هنا ب 300 مليون هبلت. الان نجيو ليك يا سمسار نضحكوا عليك شوية على بالي ويهبلوا عليا بالتعليقات تاعهم، يجيو في التعليقات والله ما تطيح والله ما كانش كيفاش تطيح، ويبكي ومساكن ويغيظوا والله يبكي ومدارين حالة بالبكاء. والله غير تطيحوا سيارة يطيحوا سكارا فيكم، واذا ما طاحوش كيما هكذا يطيحهم الشعب الجزائري، يطيحهم الشعب الجزائري كيما يبغي خاطره. بعد نديروا عليكم مقاطعة سيدي، ما نشريوش من عندكم يا سماسرة، معليش نشريو سيارة بنفس السعر من الاستيراد وما نشريوش سيارة من عندك. هاي زيد واش بيك، على بالي تقلقت، على بالي تقلقت. معليش الدنيا طيحة ونوضة وانتم ماكم طايحين طرق واش احد ديرو تقدرت عليكم يا اخويا نورمال، ما كاين والو، راح تلكم الخبزه زيدوا شوفوا خبزه اخرى من جهه واحده اخرى، ما كان لها تزيدوا تقيسوا سوق السيارات لانه الان ولا مشروع فاشل من الاخر، مشروع فاشل. كنتوا بكري حاطين عليه كراعكم، كنتوا تنفخوا في السيارات نفخا، يشري 10 طنوبيلات ويخبيهم يا خاوتي ويحاول كيفاش يطلع السعر تاعهم عن طريق يا انه يبعث ناس ولا يشري ناس باش يروحوا يساوموا بسعر عالي، باش هو كيبيعهم يبيعهم بسعر عالي. يا والله غير شياطين الانس مديرين رايهم في سوق تاع السيارات، ولكن الان فاق لهم الشعب. هيا تهلاو خاوتي خليونا رايكم في التعليقات، وفي الاخير ما تنساوش ديروا لنا جيم وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.